شهدت مواقع توزيع تذاكر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في جدة ازدحاما شديدا، حيث تجمع عدد من الجماهير للحصول على التذاكر وحضور حفل افتتاح مدينة الملك عبدالله الرياضية والمباراة النهائية التي ستقام بين فريقي الأهلي والشباب الخميس القادم. في حين قالت مدينة الملك عبدالله الرياضية أنه تم تأجيل تسليم التذاكر لمكاتب البريد حتى مساء اليوم.